وأن يظهروا لربهم تبارك وتعالى قبل أن يأتي الشهر حاجتهم إلى غفران الذنوب، وأن يظهر العبد لله جل وعلا نيته في أن يصوم الشهر حتى يغفر الله خطيئته ويقبل توبته ويمحو ذنبه ويرفع درجته. إن لم تكن تلك السريرة نابتة في القلب ساعية نحو رضا الرب، لن يكون هناك توفيق من الله لذلكم العبد، إلا أن يشاء ربي شيئا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الله جل وعلا يقول لا بد أن يكون هناك سريرة قد انطوت على حب الله وتعظيمه وإجلاله ومعرفتها لكلمة يستدر بها رحمة الله. إذن ثمت كلمات يستدر بها رحمة الله، أن يقول القائل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، هذا ينطوي على معنى عظيم. كم من إنسان يسعى في مطلوب فيبيت كيف يناله، والله لو علم أن الأمور تدبر في الملكوت الأعلى لسهل عليه الأمر. فما أعظم دلائل رحمة الله بك كما مر معنا في دروس أخرى، أن يوفقك الله جل وعلا للطاعة، وأن تعلم أن شربة الماء لا تستطيع أن تمتنع عنها إن لم يوفقك الله، وأن الدنيا لو عرضت عليك في نهاية رمضان أو في ليلة تستطيع أن تحجم عنها إن زهدك الله جل وعلا فيه.